ده حضرتك من الاخر كده كل اللي اشتغل في نيابه الامن الدولي جزء كبير من النيابه العامه ده لازم يتصور كله لان ده جهاز اتربى على التبعيه الكامله للسلطه وعلى الفساد هو نفسه كتير جدا من ده بشكل كبير يعني ما بيخلصوش حاجه كده لله ولا قانون ولا نظام ولا اي حاجه خالص. هو المفروض ما يكونش موجود عشان تبقى بيني لا هو يعني قصده يعني مش ابني. انا عارف العلاقه دي الى اي مدى هي احنا عارفين الثقه. وبعدين ده على فكره يعني قرب من الله خلاص لله الحمد لله يا رب. كنت لاعب فتاح شخصيه الحقيقه احنا يعني بنعتبره من الاسس اللي مع حضرتك الدراع الاساسيه طبعا يعني. طبعا عشان الدراع يمين لكن الدراع كتير يعني من زمان يعني انا حاطط عيني عليه وهو لسه واضح. رسالتك برضه قدم رسالتك مشيبه النتيجه ما تتغيرش لان دي اذا حصلت ليس لها من دون الله كاشف. الموجه اللي موجوده موجه اضرام نيران لمن لا يقدر المسؤوليه. أنا لا أتمنى هذا ولا أريده ولا أوافق عليه. عايزك تاخد بالك من إن لو حصل ويعني يعني جهة ما حاولت إنها تضرب النار في البلد دي هتبقى مصيبة على البلد وعلينا. هي دي. شكرا. عايزك تاخد بالك. شكرا. بس خد بالك وخليهم مفيش داعي لل أنا بس أنا أقول لحضرتك إن التصرف اللي موجود الشعور اللي موجود شعور تلقائي شعور وليس مخطط. لا هو في تخطيط معلش. النقطة الثانية هو انعقاد مجلس الشعب. انعقاد مجلس الشعب أنا ما أقدرش أعمل معلش أنا أصلحك. انعقاد مجلس هل أنا أقدر أعمل حاجة دلوقتي في مجلس الشعب؟ أه حضرتك أعمل إيه؟ تلغي. لا أنا ما أقدرش ألغي. ليش؟ مع احترامي ليه؟ ليس من سلطتي ان انا الغي القرار. لا هو حضرتك اللي اصدرت القرار. مش انا اللي اصدرت القرار. لا القرار ده قرار محكمه. الخريط. لا ده حكم المحكمه. لا ده التنفيذ ده حاجه والقرار. بس معلش انا برضه بصالحك استمع الي بس. ما انا اساسا سمعت اليك والله اخوك الصغير الموضوع ده انا غير قادر عليه. بس ما نجيش يوم من الايام بعد يومين ثلاثه اربعه نقول انه احنا ضيعنا فرصه. امال اعمل ايه؟ هو انا هطلع قرار اعمل ايه؟ ما انا هلغي حكم المحكمه. لا انا ما اقدرش احكم حكم المحكمه مع احترامي. حكم المحكمه هيتطبق 16 انا بقول لحضرتك ولكن هيتطبق بطريقه متفق عليها في المرحله لاحقه. يعني ايه؟ بقول لحضرتك احنا انا اقترحت اقتراح واضح. احنا قدامنا منفذ اثنين ثلاثه. المنفذ الاولاني ان يتلغي القرار ودي مسألة مش الحاجة التانية إنه الموضوع يحال إلى الفتوى والتشريع ياخد فيه بعض الوقت لغاية ما يقول رأي. يا محمد بيه ده أنا طب مش أنا بس وأنا لو جمعت دلوقتي المجلس وعرضت عليهم ما فيش حد هيوافق عليهم. الموضوع ده ما مش مهم معلش. إذا استشعر الناس زي ما أنا بقول إن شدت كل المنافذ ناس مين؟ الشعب الناس اللي احنا عايشين معاهم الناس دي. الشعب انتوا برضه ما تاخدوش الفئه من الشعب اللي هي بتشوفوا الشعب كله بيقول ايه؟ ما احنا شايفين اسمع كلامي. ما احنا شايفين لا الشعب معظم الشعب بيقول كلام احنا شايفين خالص. احنا شايفين معظم الشعب بيقول كلام تاني خالص. النتيجه اذا تغيرت فسادة المشروع مين اللي قال انها تتغير؟ سيؤدي هذا انا بقول لحضرتك مش يمكن سيؤدي هذا الى حالة من الاضطراب لا نعرف إلى أي مدى ستذهب. غير النتيجة أنا بقول لحضرتك سيؤدي إلى اضطرابات ساعتها ولا أنا ولا أنتم هتقدروا تمنعوها. ستتوجه الاضطرابات إلينا ستمثل خطر حقيقي غير 11 فبراير.
أنا أرصد الواقع الحقيقي. أنا لك ناصح أمين.